مرحبا مشاهدينا الكرام على قناه الشعب، قناه شوف تي في، في هذا البث المباشر من امام ملحقه ديال وزاره الداخليه حي الرياض. يعني هاد السائقين مهنيين من مدينه سطات جاوا هنايا اليوم امام وزاره الداخليه كيحتجوا على واحد المصلحه التابعه لوزاره الداخليه في عماله ديال سطات. يعني جاوا تيحتجوا على بعض الممارسات اللي تدار في حقهم وهما رافضينها. الان اكتشفوا مشاهدينا مشاهدي قناه الشعب، هبطنا قناه الشعب هبطت عندهم باش انها يعني تعرف الملابسات وشنو واقع في هذا الملف. السلام عليكم، شنو واقع؟ سيدي احنا الناس مستغلين ديال سيارات اجره من السن الصغير مدينه سطات داخل المدار الحضاري. كنا كنستغلوا انا وهذا الصديق ديالي لمده ديال 20 عام، ودابا كنا كنستغلوا بالعقد العرفي. دابا ملي وصل لنا العقد العرفي بغينا نديروا العقد نموذجي، رفض مولا كريمو ما بغاش يكمل معنا، يعني ما بغاش يدير معنا التجديد والاستمراريه في العقد. وتعرضنا لبعض التصرفات تعسفيه من طرف بعض الناس ما في عماله سطات، ووقفوا لنا الطوموبيلات ديالنا. دابا حنا راه واقفين، حنا ولادنا مشردين ولا مدرسه ولا حتى شي حاجه، والمصدر الوحيد ديالنا حنا هو هذا الرزق ديالنا، حنا هو هاد السيارات الاجره، ما عندناش باش ناكلوا الخبز. هذا هو المشكل اللي عندنا. اليوم جيتوا امام وزاره الداخليه، شنو تطالبوا؟ كنطالبوا منها باش تنصفنا، تعطينا حقنا ونستمروا في الاستغلال، حيت ما عندناش فين غادي نمشيو. السيد مول المأذونيه خصهم يعيطوا ليه باش يدير معنا الاستمراريه ويدير معنا العقد النموذجي. هو في نظرك علاش ما بغاش يعني؟ باغي يبيعها لواحد اخر. اقتصاد الريع. باش يتخون خاوره غادي يبيعها بواحد الثمن شويه مزيان. هذا هو علاش. احنا ما افتقدناش هذاك المبلغ كامل اللي غنعطيو، احنا الناس مهنيين ماشي موالين الشكاره. قول يا عمي شنو واقع اخويا؟ السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر قناه شوف تي في. المشكل اللي عندنا وانا واقف امام وزاره الداخليه احتجاج من اجل الانصاف انا والشريك ديالي. من اجل الانصاف انا والشريك ديالي طاكسي بتي طاكسي صغير من الصنف الثاني رقم 44. المشكل اللي كان عندنا حنا وهو كانت عندنا واحد صاحبه المأذونيه، يعني العقد العرفي كيبتدئ من 2007 حتى 2017. وفي حاله مني توفات صاحبه المأذونيه، قام احد الموظفين بعماله سطات ب يعني بارجاع المأذونيه من اجل تحويل المأذونيه لصاحب الابنه ديالها. ولكن للاسف الشديد احد الموظفين قام بنصب علينا، ومن ثم الوقت اللي خرجت الكريمه يعني طاول الكريمه لصاحبه المأذونيه، وحنا اصبح انا والشريك ديالي اصبح متشردين بدون ماوى. وللاسف الشديد وقفونا الطاكسي ديالنا حنا، وقاموا بتجديد صاحب احد الموظفين او عامل عماله اقليم سطات هو اللي عطى القرار العاملي، وقفنا حنا وخرج لهم هما الكريمه ديالهم، وما عرفش كيفاش ما داروش فسخ ديال من طرف الورثه. وثانيا الطاكسي 44 الاولى باقا واقفه، والثانيه راه خرجات كدور، ما عرفش كيفاش وانا واقف امام وزاره الداخليه من اجل انصافي انا وشريك ديالي. شكرا. شنو الواقع؟ الواقع اللي قال كما قال الصديق ديالي هو ان ملي وفى العقد العرفي ديالنا، ملي بغينا نديرو التجديد، ما الناس ما بغاوش يديروا معنا التجديد. والناس تما كاين بداو تيسوموا فينا، نعطيكم القادو سيروا بحالياتكم، وهذه راه جانا قرار، جانا كذا، هذا الشيء اللي كاين. ما حنا دابا تندافعوا على راسنا، عندنا ثلاثه وليدات بدون مدرسه بلا والو، دابا اصبحنا ضائعين. والناس دابا كل الواحد عندنا في كاين اللي في العمر ديالو 60 سنه، كاين اللي في العمر ديالو حنا قريب من 50 سنه، الراجل في عمره 73 سنه، فين باغي يخدم فين باغي يدير؟ ما عندنا شي حاجه اللي غنخدموا فيها اخرى من غير الطاكسي. هذا هو هذا هو الحل الوحيد ديالنا، هذا هو المعيشه ديالنا من كامل. شنو تطالبوا اليوم؟ احنا تطالبوا بالانصاف ديالنا ويعطونا الحقوق ديالنا والاستمراريه في العمل ديالنا، لان موقفوا لنا الطاكسي دابا هذه شهرين. دابا حنا توا ما دخلوا تريال، ما عندناش الدري ولادنا باش ياكل، حنا متشردين في الزنقه دابا.
هادي ورنا ما غاديش بدينا ندخلوا ليهم دابا اش غتمشي تدخل على الدراري بدون ونظرا لهذا الغلاء وهذ الناس موظفين تيبكيو هذا حنا اللي ما عندنا حتى حاجه دابا فين غادي نمشيو فين الاتجاه غنعطيو لهم قالوا مشيو لديورنا وني تنبعثوا في الزنقه ما نمشيوش لديورنا اش غادي دير الدراري اش غادي دير لولادك تقول لهم انا تقول لهم انا ما خدامش راه عيب وعار هذا الشيء كنطالبوا بالانصاف ديالنا انت شنو ممكن تضيف لنا تقول لنا ها شنو ممكن تضيف لنا تقول لنا والاضافه اللي غادي نضيف انا هو انا واقف هذه الوقفه احتجاجيه من اجل الانصاف ديالنا حنا ما عندنا لا عمل لا والو حنا باغيين استمراريه العقود ماشي واحد غادي تعطيه 30 مليون ويدوز معك 10 سنين وعاود يقول لك تعطيني 30 مليون وفي الاخر يدوا لك الكريمه راه امبوسيبل هاد القضيه هذه الاضافه اللي باغي نجي هنا جيت نحتاج من اجل الانصاف ديالي انا راه اصبحت بدون عمل دابا انا كنت كنقرا في المدرسه ودابا انا بدون عمل انا والشريك ديالي هذه هي المطالبه ديالي انا وشكرا نشوفوا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه الشعب قناه شوف تي في يعني ناس يحتجون امام وزاره الداخليه جو مسطات انه تم توقيف يعني السيارات الاجره ديالها قول لي شنو المشكل هو هذا انا عقلت السيده دابا هاد السيد انا كريم عنده الطاكسي مده من 18 عام وتنعطي الواجبات ديالو وكل شيء تيتخلص تيتخلص مع عندي كل شهر ودابا في عار خير لحظه عيطوا لي مال البونتاج مشيت للبونتاج وقفوني فاش وقفوني انا تنجي نوطا تلقط مول تدور بلي مرتي انا طاكسي خوتي دور بلي مرتي انا وتنخلصو وخلصتو نهار 8 في شهر 6 خلصتو نهار 10 في شهر 6 نهار 8 وقفوني انا وشردونا دابا انا عندي 4 اولاد وكاري وما عنديش ووقفونا وشردونا وراجل كبير يعني 73 عام في عمري ما قاد نخدم ما قاد نردم عطاني هذاك الطاكسي ما ناكل ما نشرب والمراه عندي مريضه وانا مريض ولادي مراد ما لقيت باش ناديهم ما لقيت باش نداوي ليهم ما لقيت باش نعطيهم ودابا جينا هنا قدام امام وزاره الداخليه باش نطلبوا الانصاف ديالنا باش يرد لي المعدونيه ديالي هذا هو الشيء اللي كاين وتنخلصوا كل شهر نعم وتنخلصوا كل شهر تنخلصوا ما عمري ما تماطلت عليه وتنصيفط لي كل شهر نهار 8 في شهر 6 خلصتو في الشهر ونهار 10 في شهر 6 وقفوني وما تنتخلاش عليه وشردنا وشرد لي ولادي وانا عندي 4 اولاد وانا مريض ومرتي مريضه وحنا مراد وما والله لقيت الدواء ما لقيتش نشريه جا عيد الكبير والله ما لقيت باش نعيد هذا راه ظلم وهذاك المكتب تاع الشؤون الاقتصاديه هو اللي خرج عليا مع هذاك السيد مول كريمه اخر لحظه تنجي ندور تلقى الطوموبيل اخرى تدور في بلاصه الطاكسي ديالي انا والطاكسي ديالي واقف قدام الباب هو هذا الشيء اللي كاين ودي الاخ شوفوا مشاهدينا الكرام يعني معاناه حقيقيه ديال هاد الناس امام وزارة الداخلية في مدينة الرباط شي كلمة أخيرة كلمة الأخيرة سيدي كنطلبوا من الناس المسؤولين يصفونا واستمرارية يكون واحد الإنسابية في هذه العقود ديال ما بين المستغلين والمستغلين ديال أصحاب المأدونيات بدون قيد ولا شرط شحال تبقاو محتجين هنا وتناخذوا حقنا إن شاء الله تنتنصفوا تحقرتوا معلوم تحقرنا 20 عام راه الدومين ديالنا هذا القطاع ديالنا هنا مهنيين حرفيين ما عندناش شي عمل اخر اللي غنزاولهم غير هذا الشيء وحنا كبرنا انا الاخر في الدراري راه السيد عنده 73 وانا الصغير في الدراري عندي 58 عام ما عندناش فين نمشيو ما عندناش فين نمشيو مشاهدينا الكرام شجاعات سائق الطاكسي الصغير بني 16 امام وزاره الداخليه هنا بالرباط بعد ما يعني ما بغاش يشد مع عقد صاحب يعني الكريمه كنقولوا صاحب المعدونيه باش يجدد معهم العقد خلصتو في الشهر ديالو وهما الطاكسيات ديالهم غير محطوطين تيعانيو واحد المعاناه حقيقيه
مشيت في حالتي فاش تندور تلقى جاو اليوم تحتجوا امام وزاره الداخليه ملحقه وزاره الداخليه بحي الرياض بمدينه الرباط. مشاهدي الكرام وصلنا نعطيهم وصلنا نوكلهم وصلنا لهذا اخر هذا البث المباشر جيد تقريبا 18 عام.